مرحبا مشاهدينا الكرام، عدنا مجددا مع فقرة أصل الحكاية. يعني للطب معجزاته الخاصة التي سخرها الله سبحانه وتعالى بأيدي العلماء والعباقرة منذ قرون طويلة، وما زالت حتى يومنا هذا في بحوث مستمرة للتوصل إلى علاج ودواء لكل دواء. مشاهدينا، نتعرف أكثر اليوم على أصل حكاية العظام والمفاصل وجراحة، تقريبا يعني جراحة العظام والمفاصل، مع الدكتور عبد الرحمن الكرات، اختصاصي جراحة عظام وطب رياضي. صباح الخير دكتور عبد الرحمن في برنامج صباح الشارقة. صباح الورد. الله يبارك فيك أستاذي ونورتنا. في البداية دكتور، يعني دائما احنا في أصل الحكاية نتكلم شوي بشكل عام كتعريف، يعني كسور العظام، يعني شو تعرف كسور العظام؟ كيف يتم كسر العظام؟ كيف يتم جراحة هذه الكسور؟ العظام بشكل عام هي العنصر الأساسي بالجهاز الحركي للجسم. نعم. فإحنا بصراحة نفتخر أنه نعم. إحنا بعلم الجراحة هو الأساس، يعني الإنسان منتصب قائم. نعم. إذا عنده مشكلة في الساق أو الفخذ أو بالعمود الفقري فراح ينام بالفراش. صحيح. كيف؟ فلذلك الجهاز الهيكلي هو الأساس الجسم كلياته. نعم. فهمت على كيف؟ وما تبقى من الاختصاصات الثانية بيكمل الجراحة. يعني ما ينفع مثل ما نسمع في المسرحيات يشيلوا العمود الفقري ويحطون جريدة بداله، يعني. لا، الكلام هذا مو صحيح طبعا. فلذلك أنت أول ما تدخل قسم الإسعاف في أي مشفى بتلاقي طبيب العظمية دائما موجود هناك، لأنه معظم الحوادث والإصابات راح يكون في العظام هو الأساس فيها. نعم. الجراحة العظمية بدت تقريبا من بداية خلق البشرية. نعم. الإغريق أول من عالجوا أو حاولوا يتعاملوا مع الكسور والإصابات. نعم. بشكل عام. نعم. بالبداية كان يثبتوا الكسور بالفروع الأغصان تبعت الأشجار. نعم. أي شيء قاسي. نعم. كانوا يثبتوا فيه الكسر. نعم. لفترة مؤقتة. لذلك في البدايات قديما شوية اشتهر ما يسمى بالطب الشعبي. نعم. تلاقي الطبيب الشعبي يعني له ثقة كبيرة. نعم. بين الناس. صحيح. جميل. هل استخدامات ذكرت قديما الأدوات كانت أغصان من الشجر، الطب الشعبي وين وصلوا؟ شو الأدوات اللي كانوا يستخدمونها؟ الحين طبعا نحن في عصر حديث وعصر التقنيات والتكنولوجيا، شو الأشياء اللي ابتكروها جديدا؟ طبعا حديثا مع تطور علم التعقيم، تطور الأجهزة الطبية، تطور الوسائل التشخيصية، الكسور والجهاز الهيكلي، تقريبا الطب الشعبي صار شوية ينحصر. نعم. على كيف الجراحة العظمية العدو الأساسي تبعها هو الإنتان، التهاب. لو تخيلنا مثلا قبل 400-500 سنة كيف كانوا يعقمون هذه الجروح أو هذه الالتهابات؟ عن طريق بعض المستخلصات من أوراق الشجر والأعشاب والأشياء هذه. بس طبعا الوضع حاليا يعني مثل ما تقولي 40 سنة تقريبا صار في قفزة نوعية. فهمت كيف؟ تم تثبيت بوسائل ثلاثية الأبعاد، صار في شيء اسمه تنظير مفاصل. نعم. احنا صار في شيء نشوف على الشاشة دكتور، احنا هني شاشتنا دكتور. هني لو تحدثنا بس عن الصورة هاي الموجودة، او هذا عظم يعني حفر العظام وحفر تقنية، هاي التقنيات يعني الحديثة اللي متواجدة. دكتور انت يعني اختصاصي جراحة عظام وأيضا في الطب الرياضي. اليوم إذا ما تكلمنا نحن الكسور أو مثلا اللي تصير في الملاعب اليوم للاعبين، هل هناك الأربطة، هل علاقة بالعظام نفسه ولا يعني المفاصل تختلف، العظام يختلف، الأربطة تختلف؟ لا طبعا كل متكامل. لما نقول عظم، رباط، غضاريف، كل متكامل. اللي يربط بين العظام هي الأربطة. نعم. فهمت كيف؟ لذلك لما نعمل تصليح للأربطة عند الرياضيين. نعم. نحفر أنفاق ضمن العظم لتثبيت الأربطة هاي بين. نعم. العظمتين. نعم. سواء. جميل جدا. ففي ترابط قوي جدا. نعم. فهمت كيف؟ في معلومة حابة أذكرها عن. نعم. بعد ما كان الوسائل البدائية. نعم. صار شيء اسمه تثبيت بالجبس. فالفضل هالموضوع هذا لطبيب عام 1851، طبيب اسمه باريس
احنا نسميها بي او باريس بلاستر اوف باريس على اسمه. هو له فضل بصناعه ماده الجبس وتحضيرها لتثبيت الكسور. الحين في وقتنا الحاضر شو يعني اخر التقنيات اللي وصلوا لها بالنسبه للجبس، او حتى يمكن ما يستخدمون الجبس او يكون في مواد ثانيه يستخدمونها؟ طور الشيء هذا بعدين لشيء اسمه فايبر جلاس. فايبر جلاس مواد ليفيه معروفه، فايبر ليفيه تحطها بالماء خلال دقائق تصير قاسي جدا اقصر من الصخر. تطور شيء حديثا جدا خلال سنتين متوفر حاليا بالامارات، نشاره الخشب. نشاره الخشب، نشاره الخشب. في شركه بتصنع هالشيء هذا بشكل عباره عن رقائق، بتكونها او بتحط اول شيء بفرن، فرن درجه حراره معينه بتطرى، فهمت على كيف؟ بتعمل لها تشكيل للايد او للرجل الشكل اللي انت عاوزه. ممكن تستخدم على اي جزء من جزء من جسم الانسان، يعني ممكن ايد، رجل، هي غالبا الاطراف. احنا نتعامل بس مع للاطراف. احنا نتعامل مع الخشب. يعني هو منو يسوي، النجار ولا الدكتور؟ نرجع مره ثانيه لاصل الحكايه بين النجاره وبين الطب. طيب جميل جدا، خلينا نتكلم شوي اي العظام اللي فيها يعني تعد اكثر صعوبه واكثر حساسيه لاجراء اي عمليه؟ طبعا العظام الظاهره سهله. نعم. نقول ساق، فخذ، ايدين، سهل. فنيجي للاشياء العميقه زي عظام الحوض. عظام الحوض من الكسور الصعبه. يعني كانت تعالج سابقا اذا كان في كسر بالحوض عن طريق التمديد الجلدي او الهيكلي. التمطيط الجلدي عباره عن ربط شيء قماش او كذا بالرجل، ووضع ثقل كيس رمل 3 كيلو 4 كيلو، ظل المريض تقريبا 6 اسابيع نايم على ظهره ومشدود رجله. يا الله. او ادخال سيخ بالعظم. انا نسميه الهيكلي، ادخال سيخ بالعظم ضمن العظم، واجراء الشد عن طريق حبل واحيانا ملح، يعني ملح او تراب او شيء، ثقل معين 3 4 كيلو، وظل تقريبا شيء 6 اسابيع نايم على ظهر المريض مسطح، فهمت على كيف؟ وبالاضافه للمشاكل اللي بتصير من خشب ريشات وانتانات والاشياء هذه. لذلك بعد ما تم اجراء الصور الطبق المحوري وتطور الطب الجراحي شوي، فصار الدخول لكسور الحوض صعب، بس المريض ثاني يوم يمشي، فهمت على كيف؟ تعتبر العمليات صعبة بس كان لها فائدة كبيرة. العظام الثانية اللي صعبة شوية هي عظام العمود الرقبي. يعني العمود الرقبي ضمنه بيصير النخاع الشوكي اللي هو الكيبل، اللي هي بتكون موجودة في الخلف أو بالمنطقة هاي، خاصة بالفقرة الأولى والثانية اللي لها المحور. الأطلس والمحور اللي تحرك الرأس فيها. هاي شوي من الكسور اللي تعتبر صعبة والخطرة، والتداخل عليها أصعب شوية. بينما من الفقرة الرقبية الرابعة وتحت الأمور أسهل شوية. لفوق شوية بتكون الأمور أصعب شوية. الله يعينهم دكتور عيال. قبل كيف كانوا يتعالجون؟ شو الأدوات أيضاً اللي كانوا يستخدمونها؟ يعني شو قاعدين نتكلم جمال دكتور عن أغصان أو عن أسياخ بسيطة يمكن، بس ما أعرف إذا كان مفعولها فعلاً قوي بهذيك الفترة. يعني ما شاء الله نحن الحين في نعمة، يعني على الحمد لله رب العالمين، نعمة كبيرة جدا هنا. خاصة بعد اختراع شيء اسمه المينيمال انفاسيف سيرجري، هي الجراحة الأقل ردا. الجراحة الأقل ردا صارت تجرى العمليات بجروح بسيطة وصغيرة، فهمت على كيف؟ والمريض الحمد لله رب العالمين خلال ايام بيمشي بيتحرك. هذا نعم من ربنا. ولا كان مسوي عمليه بعد ما شاء الله. لا حاليا كمان صار في شيء بدل البلاتين المعدن، صار يصنعه صفائح للذوب لحالها، ما في داعي يشيلها مره ثانيه الواحد. يعني الواحد كان يجري عمليه يحط صفائح وبراغي يهكل هم شيلتهم بعد 6 شهور او بعد سنه. صحيح. لكن الحين خلاص هلا صار الحمد لله رب العالمين مع الوقت تذوب او تروح. وللاسف كمان انه تطورت الجراحه العظميه اثناء الحروب. اثناء الحروب. نعم. اصابات كثيره. صحيح. على كيف؟ وفي عندك نقص بالجنود. نعم. فكانوا حتى اختراع السفود العظمي اللي ضمن النقي. نعم. كان ينحط للمريض سيخ ضمن العظم وبعد اسبوع يرجعوا على المعركه، فهمت على كيف؟ بسبب النقص اللي عندهم. يعني فلذلك تطورت الجراحه العظميه من مشاكل ومصائب اللي وصلنا لها. يعني قبل احنا نشوف يعني نحس من المعاناه اللي كانوا يعانونها بعد العمليات واثناء العمليات واليوم ولله الحمد. لكن دكتور اليوم كيف ساعد الطب
يعني تقنية ثلاثية الأبعاد، الطابعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الأعضاء أو العظام بالنسبة للإنسان، كيف هذا الجهاز ساهم في الطب خاصة في مسألة العظام ما يتعلق في العظام؟ للحصول على نتائج جيدة للعلاج يجب أن يكون هناك فهم وتصور للمشكلة. نعم. فأنت لو من تأخذ شيء ثلاثي الأبعاد للمشكلة تبعيتك، فأنت على كيف تصير عندك فهم كبير جدا الموضوع. نعم. فكثير من الكسور خاصة نهايات العظمية، نعم، عبارة عن عظم كثيف. فالصور العادية اللي يسموها الأمامية خلفية وجانبية ما بتعطي الصورة الحقيقية للمشكلة. نعم. فعندما تجري أشياء، نعم، ثلاثية الأبعاد وتشوف العظم بشكل كامل، نعم، فتغير المفهوم كاملا. صحيح. تغير خطة العلاج، فكثير من المشاكل، كثير من الحالات، نعم، الإصابات كانت تصور صور عادية. صحيح. وتعالج انه ما في شيء. نعم. ما في شيء. صحيح. هذا حاليا هو حاليا نعم، بعض المراكز، نعم، مثلا بسيطة. نعم. لما ينتقل المريض لمركز ثاني متطور ويعملوا له صور ثلاثية الأبعاد يتغير العلاج كله. صحيح. ولكن قبل يحتاج الى جراحة. طب نرجع مرة ثانية لأصل الحكاية، قبل ما كان في عندهم هذه الصور وهذه الإشاعات يمكن، وهذه الآلات اللي تأهلهم أنهم يشوفون هذا الشخص أو أن يشخصون هذا الشخص، طب كيف كان يتم التشخيص؟ الله كان موجود الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الله موجود في كل وقت. يعني أعطيك مثال الشهادة قديما، كانوا أي واحد يصير عنده تشوه في قدمه، تشوه في بركه، ولك هذا بس يشوف تشي الدكتور يعرف شو عنده. لا لا لا، كان اعتقاد انه رب العالمين هو اللي رايد هالشيء هذا، خلاص هذا قدر رب العالمين، هو يسوي اللي عليه يعني. قدر هيك كانت موجوده انه هالتشوه عند الطفل هذا قدر رب العالمين. نعم. خلاص الى ان تطور. صحيح. جراحة العظمية تقريبا بال 1741 في طبيب فرنسي من جامعه ليون. نعم. قال لا، احنا ممكن نلاقي حل هالمشكله هاي. صحيح. بلش يبدا بتصحيح الأخطاء العظمية، فكان انقلاب عن المعتقدات القديمة هذه. نعم. وحتى كمان كان الشعار تبعه عبارة عن غصن أعوج. نعم. حاط له عصاية مستقيمة ورابطه إنه هذا بعد شوية رح ينمو يصير مستقيم. نعم. صحيح. فابتدأ هالشيء هذا. نعم. طيب دكتور، اليوم شو الفرق ما بين كيف نميز يعني بشكل سريع بس داهمنا الوقت بين الكسر والشرخ في العظم؟ الكسر والشرخ كثير الاعتقاد هذا يعني نسأل فيه بالعيادة. نعم. الكسور في عندك شعر، الشعر هو عبارة عن تصدع في العظم، ولكن نعم، العظم لساته ثابت فبيعمل ألم. نعم. فيثبت لفترة بسيطة وبعدين بطيب. نعم. الكسر هو تبدل، يعني ما هو عبارة عن شعر لا تصدع. نعم. هو قطعتين فصلوا عن بعض. نعم. أو ثلاثة أو أربع قطع، فيجب تصليحهم وإعادتهم بشكل مثل. نعم. السابقة. نعم. وتثبيتهم بشريحة أو صفيحة أو سكوت. نعم. وبعدين إن شاء الله شفاء. نعم. جميل جدا. عموما دكتور أكيد نتمنى السلامة للجميع. نعم. ويعطيك ألف عافية على كل المعلومات المفيدة اللي قدمتها لنا. شكرا لك. شكرا لك. إذن مشاهدينا كل الشكر للدكتور عبد الرحمن الكرات اختصاصي جراحة عظام وطب رياضي على هذه المقابلة وعلى المعلومات المفيدة والقيمة اللي قدمها لنا. انتهت فقرات برنامجنا لهذا اليوم صباح الشارجة، أتمنى أنكم تتابعونا باكر في حلقة جديدة ومواضيع جديدة وضيوف أيضا مميزين. الحين أقول لكم فمان الله.